ألف مبروك جهاد، أنت عم تتعلم بسرعة كبيرة. عن جد عم تحكي؟ بدي اتعلم بسرعة وبدي اعزف كتير اغاني. لسه ما بلشنا، لا هلا تستعجل. مو قلتيلي انه بسرعة عم بتعلم؟ انا بدي انه اعزف لجوري غنية حلوة. الغنية اكيد رح تكون حلوة كتير، رح اهديها لجوري ملاكي نور. منسمي الغنية كمان ملاكي، شو رأيك بالموضوع؟ طبعا منسميها، اصلا عم بتعلم مشان جوري، بدي سمي المقطوعة هاي ملاكي. كل شي بتساويه جهاد بس كرمال جوري، ما هيك؟ ايه كل شي. هو هذا هو، مدام بدك ست ضعيفة فرح فرجيك اياها. شو طالعة حضرتك؟ قليلي كيف جهاد معك نور؟ يعني ماشي الحال، العلاقة عم تتطور. مو هاد الجواب اللي بدي اسمعه هلأ، بدي اياه يتخلص من هوسه بجوري باسرع وقت. انا خايفه من رده فعل جهاد ومن خوفه من التغيير فجاه. انت بدك هالشغل ولا ما بدك اياه؟ جاوبيني نور. طبعا بدي اياه توليب. معناتها بدي نتيجه مو حجج واعذار. تمام، انا رح اعمل جهدي. ممتاز. جوري صباح الخير جهاد. شوفي ليش اجيتي؟ انا ناطر جوري تزورني. شوفي يا تجي، لا تنسى انه عنا درس موسيقى، مزبوط جهاد؟ ما بدي اتدرب اليوم، اصلا انا داق خلقي من الجيتار. تعرف شو؟ انا مبارح فكرت بجوري، الحقيقة هي بنت منيحة وظريفة، ما هيك؟ جوري هي كل شي، ولهيك فكرت انه المعزوفة اللي بدنا نعملها لازم تكون رومانسية وحلوة، يعني بتعبر عن جوري، شو رأيك؟ والله فكرة. يلا معناتها هات الجيتار. الجيتار رومانسية وحلوة مثلها يعني، صح؟ اصلا انا كمان بلشت اتدرب عليها. لك اهلين، كيفك؟ ايه قوليلي، انا ببيت صديقي. ماشي، استني شوي، كمل تدريب جهاد، هلأ بجي. الو، معك، متأكدة؟ كرم وهديك فايتين بعلاقة؟ كيف؟ إلهم 3 شهور؟ بس نحن مالنا شهر منفصلين. الله ينتقم لي منهم لحتى أفلس بابا. كانت هديك الحية أقرب صديقة إلي. بتمنى ينحطوا بموقف أصعب من اللي أنا فيه. تمام، بشوفك.
حلو كتير عزفك. جهاد، انت ما عندك اخوات غير توليب او قرايبين؟ في عمتي بس ما بتجي كتير. يعني انت شريكة لتوليب بكل شيء؟ انا؟ ايه شريكة؟ ايه، يعني اللي بقصده انه القصر والمستشفى نصهم الك انت، ما هيك؟ الي انا؟ طبعا الك، واكيد توليب هي المسؤولة عن حقك بالميراث، مزبوط؟ هالامور ما بعرفها، توليب بتعرف. مو مهم جهاد، يلا انت كمل تدريب. انت كيف تسمح لحالك تهين امي؟ لك كيف تعمل هيك عمله وسخه؟ لك تقرب علي يا حالك يا حالك يا حالك زلمه، قلت لك بقيت لك اذا تقرب عليها. لك شو صار لكم انت وياه؟ كم مرة بدي اقول لك انت وياه انه ما بدي يصير مشاكل بهالبيت؟ اسمعوا، لا هي اخر مرة، صدقني اذا بترجع بتزعل امي، وقتها ما بتعرف شو بساوي فيك. داني شوكت، كيف تعمل هيك بدون حتى ما تسألني؟ ها اذا عرفت القصة شو بيصير بسمعتنا؟ امي كل اللي بهمك هو سمعتنا؟ ما بهمك قديش ميسون خجلت وانجرحت؟ خجلت؟ هي لو عندها شوية خجل ما ظلت بالبيت بعد اللي عملته. المسألة مو مثل ما أنا كنت مفكر. جد عم تحكي؟ طيب وبالنسبة لهدول شو؟ ها؟ شو هدول؟ قلي وشو معنى الحكي اللي سمعته بإذني؟ وشو بيقلها؟ تخوت بالأوتيل مريحة كتير، وإنه رح يقضي لها كل طلباتها للخانو. هاي قليلة الحياة. شوكت لو سمحت. كل أسئلتك هاي شوكت في إلها أجوبة. لا تضغطوا علي أبدا، لأنه ما حدا منكم رح يقدر يقنعني بعكس هالشي. قال خجلت. قال صبايا حاولوا انه ما تتأخروا المساء، منشان اذا توليب خانم قالت نترك البيت نلحق نضب اغراضنا. ماشي ماشي. اختي صهري ما رجع امبارح ولا اتصل؟ ما يقول لا، انت شو ذكرك فيه هلا؟ ان شاء الله عمره ما يرجع. وبالناقص اصلا انا اخذت قراري، بكره رح وكل محامي واتطلق منه. شو عم تقولي؟ يلا يلا بلا ما تتأخروا هلا. لا تزعلي، مع السلامة. شوفك. أوه. صباح الخير يا بنات حماي الحلوين. مسعودة يا تاج راسي، صباح الخير. انت شو اللي جابك هلأ؟ انا رح امشي مشان تحكوا على راحتكم. لا مو انت بتمشي، هو ما في شي اصلا لأحكي معه. لا تكبري القصة، خلص مسعودة مشان الله، اصلا كل الليل وانا نايم هون بالسيارة وجسمي كله عم يوجعني. ايه عن جد موجوع؟ وليش ما رحت على البيت صهري؟ ليش أنا فيني فوت على البيت ومرتي ما أنا قاعدة فيه؟ والله الحيطان بيكبسوا على نفسي. يا ريت بينهدوا هالحيطان وبتكون تحتهم يا نال. لك كيف تحكي علي هالحكي مسعودة؟ كيف ضميرك بطوعك؟ أنت شو شفتي مني شي مو منيح لحد هاللحظة؟ منك؟ جد عم تحكي؟ بتحب أعدلك يا نال؟ يلا بخاطركن. يلا جاوبني. شوفي مسعودة، أنت عم تحكي هيك لأنك بس معصبة، بس رح يجي يوم وتندم كتير على كلامك هاد. لك انت شو ما عندك كرامة؟ ايه بلا، بس بالحب ما في اي كرامة. ايه